أهلا بكم مشاهدينا الكرام وطابة أوقاتكم. حكومة الوفاق الوطني تستقبل مؤتمر الحوار بطباعة 50 مليار ريال، هذا خبر اليوم. أيضا القوات الجوية تكشف عن أسباب سقوط الطائرات. طائرة الأنتينوف قالت أنها لم تتعرض لإطلاق نار ولكن تسرب للوقود وسقطت في الحصبة. طائرة السخوي التي سقطت في حي الزراعة قالت أنها بسبب خلل فني مصنعي، يعني نفت واستبعدت أن يكون تعرضت لأي إطلاق نار أو أشياء من هذا القبيل. ربما هذا يثير تساؤلات حول لماذا في هذه الفترة المتقاربة ولماذا في هذه الفترة بالذات بدأت اختلالات مصنعية تظهر في هذه الطائرات. نبدأ اليوم، سنتحدث عن تهيئة للحوار الوطني، لكن لابد أيضا من الإشارة إلى قضايا مهمة جدا اليوم. هناك مشاكل عديدة تتعلق فيما أثارته إحدى المتصلات بالأمس حول إغلاق مصانع القطاع العام في عدن وتسريح الموظفين، طبعا تسريح براتب يعني، لكن هذا أثار مشاكل اجتماعية كثيرة. كثير من هؤلاء الموظفين يقعدون أو يقبعون في البيوت دون عمل. هناك كثير من المشاكل النفسية العصبية الاجتماعية لحقت بهؤلاء الناس، أيضا تأثرت أسرهم بسبب هذا الحال. وضع مؤسف جدا أيضا أن نسمع أن تلك المصانع استولى على أراضيها أناس نافذون وبنوا لهم مساكن داخل هذه داخل حرم هذه المصانع دون ما حسيب أو رقيب من الدولة أو من أي جهة كانت. نتمنى أنه تأخذ هذه المواضيع بعين الاعتبار. السلطة المحلية يجب أن تقوم بدورها في هذا الجانب، أيضا الحكومة وبقية الجهات المعنية لابد أن تتخذ قرارات حاسمة في هذا الموضوع. لابد أن يرد للناس اعتبارهم ولهيبة الدولة أيضا اعتبارها. لا يجب أن تكون الفوضى هي شعار المرحلة إذا كنا بالفعل عازمون على بناء يمن جديد. اليوم أيضا من الأخبار الجيدة أنه تمكن الفريق الهندسي من إصلاح أنبوب النفط في مأرب في الكيلو 93 من مديرية صرواح حسب ما أفاد الزميل عبد الوهاب نمران. لكن لاحظوا أنه إحنا طول السنة وإحنا أنبوب خرج من الخدمة، الأنبوب دخل الخدمة، الشبكة الكهربائية خرجت من الخدمة ودخلت من الخدمة، يعني دوخونا هم داخلين خارجين. يعني اليوم أصيب جنديين كمان يعني من جنود الحماية، يعني كان المكلفين بحماية الفريق الهندسي، يعني عادوا ما سلموش كمان. فمصيبة يعني أنه إلى متى سنظل وإحنا على هذا الحال؟ لماذا لا نتحدث عن حلول جذرية؟ نشوف إيش مشاكل الناس هؤلاء، نشوف إيش يعني إيش اللي بيدفعهم إلى هذه الأعمال. أكيد هؤلاء ناس مدفوعين من غيرهم، نشوف إيش مشاكلهم، هل هي دوافع سياسية، هل هي دوافع حقوقية؟ إذا كان للناس هؤلاء حقوق فيجب أن لا يعني تكابر الدولة في منحهم حقوقهم. يعني تخيلوا أنه لحد الآن أكثر من 40 مليار قيمة فاتورة إصلاحات الشبكة الكهربائية، أكثر من 40 مليار. طيب لو إحنا لو تحدث مثلا إن كان لهؤلاء الناس حقوق أو مطالب حقوقية مشروعة كم ستكون؟ يعني لا أعتقد أنها ممكن تصل إلى هذا المبلغ. فأحيانا الدولة تكابر في واجباتها، وفي الآخر الدولة لازم تعطي للناس حقوقهم ولابد ما تدفع استحقاقاتهم. لماذا لا تعطيهم من البداية مستحقاتهم؟ لماذا لا يتم ربط هذه المناطق جميعها، جميع مناطق مأرب، لماذا لا تربط بدرجة أولى بمحطة الكهرباء الغازية في مأرب؟
يعني غير معقول أنه الكهرباء تأتي من مأرب وهي تسجل في المرحلة الثانية، هذا وضع مش منطقي، وضع مقلوب. طيب أيضا في الحراك التهامي، الآن شوفوا الآن يحرقوا شعارات مؤتمر الحوار الوطني ويعلنوا المقاطعة، قضايا كثيرة بتظهر، ربما الكثير عندهم شجن اليوم قبل مؤتمر الحوار الوطني أنهم يسخنوا الأمور. نبدأ بمحمد جمال من السعودية. مساء الخير يا عبد مساء الغني، النور والعافية، تفضل يا محمد. تحياتي لكم طاقم البرنامج ولكل أبناء الشعب اليمني شماله وجنوبه. أهلا وسهلا بك. أولا تحيات الأجواء للحوار. نعم، أنت بتشوف حتى بعض المتصلين ما همهم بس أنه يكون تهيئة للحوار، اللي بيتصل لك بيقول لك أنا عندي مبادرة، واللي يقول لك الزحف من مدري فين إلى مدري فين. أنا أطلب أول شيء من المشاهدين أن يعوا أن هذا لازم في كيف نطلب تهيئة من الحكومة ونحن المواطنين ماشي هيئنا أنفسنا بأنفسنا. أمس عبد الرغيب بيقول لك أنا عندي أنا عندي مبادرة للوحدة. الوحدة ما يبغى لها مبادرة، المبادرة أطلقت في تاريخ 21 فبراير وانتهى الموضوع خلاص، لا فيش مبادرات ولا كلام فاضي. يعني ما فيش داعي نوقع أنفسنا، كل واحد بيتشدق لك باسم القضية الجنوبية، وكل واحد بيتكلم من كثر القياديين في القضية الجنوبية، حتى الأطفال أصبحوا يعني بيمثلوا القضية الجنوبية، كرهنا القضية الجنوبية، والسبب هو الناس اللي بتتكلم لك بعشوائية عن القضية الجنوبية. لو يتركوا الشعب، يتركوا الناس يحلوا قضيتهم بيحلوها بنفسهم، ما يحتاج لا ناس تعطيك مبررات من بيروت ولا ناس تطلق نداءات من لندن. وبالنسبة للحكومة، الحكومة ما قصرت يا أخي، والله الحكومة بتشتغل فوق طاقتها. أنا اعتقادي زي كذا، وما وكل الناس عارفين انفلات أمني، وهذا شيء فوق طاقتها. طيب ما هي طاقتها برأيك؟ كيف هبلولي؟ ما هي طاقتها برأيك؟ يعني إذا كان الحكومة هذه منحت لها كافة الصلاحيات فقط تثبت للناس الأمن والاستقرار، تستعيد الأمن والاستقرار فقط، الناس مش منها حاجة ثانية، حتى البترول والبنزين والديزل صابرين على أنفسهم إلى حين ما يخرجها الله من عنده الأسعار، لكن على الأقل الأمن والاستقرار يكون موجود. مش معقول أنك ما تقدرش تتحرك داخل بلدك. هذاك بتشوف انت لو نزلت وواجهت العنف عندنا في الجنوب، قالوا لك بيقتلوا ابناء الجنوب، يقتلوا مدري مين، وين راحت لاصحاب المارب مشان التفجيرات ولا هذا، قالوا والله هذا بيضربونا والنفط من عندنا وكل شيء من عندنا وبيقتلونا، لا شاركونا في الحوار. وعندك الحراك التهامي زي ما قلت اليوم بيحرقوا شعارات المؤتمر، يعني ما عاد فيش تهيئه من المواطن نفسه. الدوله لو بسطت قوتها ماشي عاجبهم، وان خلت الوضع منفلت على راسه برضه مش عاجبهم، لا عاجبهم العجب ولا الصيام في رجل. لكن انا اقول طيب يعني أقول. طيب فهمني يا محمد، يا محمد احنا ايش نفهم؟ هؤلاء العسكر هؤلاء يعني اللي احنا بنشوفهم زي ما يقولوا يعني مد النظر لما تجي تشوف المعسكرات ما شاء الله يعني، لكن في الاخر ايش النتيجة؟ ايش الحصيلة؟ يعني تشوف انت مثلا معسكر الامن المركزي في مأرب ما شاء الله يعني طول بعرض يعني، لكن هل مقادرين على 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 حماية هذه المنشآت؟ يعني انت عارف بتكلف الدولة يوميا 15 مليون دولار، يعني حوالي 3 مليارات في اليوم، في اليوم الواحد. يعني الدولة هذه اصلا كم دخلها وكم يعني ايراداتها علشان تخسر كل يوم 15 مليون دولار بسبب تفجير؟ يعني واحد كذا يصنف لك وقام فجر لك انبوب النفط هكذا يعني، والمره الاولى واحد منهم حرق يعني اصيب بتشوهات خطيره في لما جاي يفجر انبوب النفط، شوف ايش من عبوات ناسفه بيعمل يعني، هكذا تصنيفه. طيب هي التصنيفه هذه اللي تجعل المواطن يزيد، بس الدوله ما لانها قطعت العرق وسيحت الدم هذا هو المطلوب يا أخي. إحنا إذا هي بتمشي صح وبتشتغل معانا صح، الناس كلهم بيوقفوا معها، كل الناس بيوقفوا معها، لكن إنه لا قادرة تمشي ولا. أنا ما أعتقد أنها بتشتغل صح لأنها محاصصة. لو كانت الحكومة حكومة برئاسة وطنية ما لو عاد كانت يدها مطلقة للنهاية، يعلم الله كيف كانت لتكون. والله أنا أعتقد زي ما قلت أنت، يعني آخرتها زي كذا.
اذا ما وصلوا اليمن الى بر الامان في عام 2014 طيب بتكون حرب اهليه. والله انا ما احب اتشاوم، ولكن لا لا ان شاء الله ما يقع، خير الله كل خير. اشكرك محمد جمال، استمع لحاشد. مساء الخير يا حاشد. يا مساء النور. تفضل يا حاشد. السلام عليكم. السلام ورحمه الله. مشتين تحاكي يا اخي على موضوع الحوار. موضوع الحوار يا اخي، الان القوى السياسيه المفروض تجتمع يا اخي، تكون يد واحده. موضوع الحوار هذا هذا ما نتمناه، لكن الواقع بيقول غير هكذا. المفروض ده موضوع الحوار هذا لا خلاف عليه جميع القوى السياسيه. سواء المؤتمر، سواء الاصلاح، سواء اي حزب كان. يا اخي الان انتقلت القضيه من الجنوب الى الشمال والى الحديد، يا اخي كل المناطق. الان اصبحت الحديد ما يسمى بالعراق التهامي. ليش العراق التهامي؟ هذا ليش؟ يعني عندهم قضايا كثيرة، إذا كان البعض عنده بيثير بعض القضايا، هلا عندهم قضايا كثيرة، عندهم نهب الأراضي، عندهم أوضاع الخدمية، يعني إثارة بلبلة كثير. أقول لك كل واحد الحين يعني قياسا بما يطرح من مشاكل، كل الناس عندهم مشاكل، ما فيش محافظة إلا فيها هذه المشاكل. لو اجتمعت القوى السياسية على رأي واحد، أحس أن اليمن بخير. ان شاء الله، هو احنا نتمنى هذا انه المؤتمر الحوار الوطني نتمنى انه يجمعهم على كلمه واحده. غير ذلك اليمن يعني هتبقى حكومه. ان شاء الله ربنا يسمعنا خير. شكرك حاشد. عفوا يا اخي. شكرا لك على المداخله. ريم مساء الخير. مساء النور. تفضل يا ريم. احييك واحيي كل كامل على هذا البرنامج. اهلا وسهلا بك. وأحب أنوه أصحاب قضية الجنوب على حاجات يعني هم راحت من بالهم كثير، اللي هي ما تطرقوا لها. الصومال اللي بعدن يا أخي، الصومال اللي بعدن يعني ما شفت محافظة مثل محافظة عدن تضم أكبر عدد من الصومال. يا ريت أنهم يعاملوهم معاملة يعني زي العمالة، زي ما يعاملوهم في السعودية. لما نروح للسعودية رجالنا لما نسافر السعودية يعاملوهم كأنهم حشرات. يعني عندنا هنا عكس تماما، يخلوا الصومالي هو الرئيس وهو اللي يعني موظف حكومي وعندهم بيوت تمليك. يعني اخواني ما عندهمش بيوت تمليك، معهم ايجارات، فكيف يعاملوهم كذا؟ كانهم احسن المواطن. ليش بلدنا البلد الوحيد اللي يعامل الاجانب كانهم اسياد، واحنا اصحاب البلاد ولا منا اي شيء، ولا لنا اي يعني ابسط الحقوق حتى مش موجوده. يعني رسالتي لكل محب لعدن ويدعوا انهم اصحاب الحراك مش عارفه ايش، لا تلخبطوش الامور، لا تعملوش انكم وطنيين وانكم محبين للوطن. يعني تقصدين انت صومالي من النازحين هذا ولا؟ نعم. صومالي من النازحين الان في بسبب الحرب الدائره الصومال؟ ايش من النازحين؟ هم لهم سنين هنا عندنا بعدين. هم سنين، والمشكله انهم يخلوهم كانهم مواطنين. يعني شوفوا الدول الخليجيه كيف يعاملونا، يعني استوى المواطن اليمني يعني ايش اقول لك؟ ايش مستوى؟ احنا ذكر رسول الله اللي يعامل احنا احسن معامله ولنا افضل الاسماء واحنا اكرم شعب واحنا مش عارفه ايش. احنا بنضر الوطن العربي كله، نحن ايش اقول لك؟ اقل خلاص اقل رتبه منهم. طيب وبعدين كيف نعمل؟ يا ريت الحوار الوطني يكون مهتم بالمواطن. اتمنى احنا اليوم بنطرح موضوع ايضا ما يحدث في 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 عدن. يعني انا بصراحه تقصيت بعد الموضوع هذا، موضوع الاغلاق المصانع، وكلمه حق انه واحد لابد انه يعترف انه في ناس ظلموا في هذا الجانب. ويا ريت كمان يعامل الاجانب معامله العماله، ويخلوا المواطن اكثر اهميه اكثر وزن، عشان يحترمون احنا الدول الثانيه. نحترم انفسنا ونعطي انفسنا قدر عشان يحترمون الناس، فاهمني؟ فبعد عندنا اجارتنا مثل ما اضرب لك مثال، عندنا جيران صومال، واحده تشتغل وزارة الصحة، الثانية بالجمارك، والثالثة بالشؤون الاجتماعية، وأنا وأختي أنا خريجة تربية وأختي هندسة وصاحبتي صيدلة والثانية طب، ولا لنا أي منصب ولا لنا أي وجود في الدنيا هذه، كيف يرضي من هذا؟ فيصير الحوار الوطني يمسك على هذه القضية ويهتم فيها أكثر. موضوع الهوية. ولك كل جزيل الشكر وشكرا على اهتمامك. شكرا لك ريم. شكرا. شكرا جزيلا. طيب نستمع لمتصل. لا احمد. نعم. احمد من دمر، مساء الخير يا احمد. مساء النور يا قاعد لولي. سلم حالك، تفضل. حياك الله. الموضوع اليوم يا شباب والله من الخارج يعني ما ادري. نتكلم عن تهيئه الحوار الوطني، اتمنى انه
اللي يتصل يفترض انه يكون بيتصل عنده براسه شيء يعني مش يسأل على الموضوع. لا لا بالنسبة انا في حاولت اتصل من اول بس ما امسك الخط. طيب تفضل، احنا نتكلم عن التهيئة للحوار الوطني. شوف بالنسبة للتهيئة انا والله بالنسبة للشيء علق على قرار السلام السابق. قرار ايش؟ قرار السلام اللي جابوا على من سب الزعيم وعلي سالم. ها جاي. هذا القرار شحن الامور بجنوبه في الشمال. يعني يعتبر معرقل للحوار هذا القرار، انا اعتبره يعتبر معرقل. معرقل الامور في يعني والدنيا ما فيها اي حاجه الا كل خير. يعني اتهم ناس بعضهم القرار اول شيء. ثاني شيء من الفتره البسيطه هذه العشر ايام نطلب التهدئه الاعلاميه من جميع القنوات. يعني خاصه قناه سهيل يعني عندها شاحن الامور، هي ما توقف من شحن يعني بين الناس الا بعد ما يتقسم الوطن. لا قدر الله، هي يعني برضو المواطن يعني يشوف خراجه. يعني القناة اللي بيشوف انها بتؤدي الى انه يصاب بتوتر وبترفع له الضغط خلاص يتركها. بس ما نقدر يعني احنا نشيل شيء ايش يقولوا يعني من ها؟ يعني قضية بالنسبة لنا يعني ما نبغى بس انه نشيل نشوف يعني هل تغير الوضع عندهم هل هذا ولا بيقى حاجة. اذا شفت انه القناة هذه فقط انه فقط بتعمل لك نوع من التوتر خلاص مش منتش ملزم انك تشوفها. اما بالنسبه للاعلام هو له اكثر من دور، يعني في له الدور الايجابي اعتقد انه موجود التبليغ والاخبار عن الجديد في في في, في البلد في ما يحدث في ما يحدث في الساحه السياسيه، ايضا تثقيف الناس توعيتهم ب مثلا مواضيع الحوار قضايا الحوار الترتيبات التي تجري. أيضا الآن عندك بعقد المؤتمر تقريبا في 6 محافظات أو 6 مجموعات الآن، يعني منها تبدأ في عدن تقريبا. هذه مثل هذه الأمور يعني أعتقد أنه نوع من الـ 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 يعني في شيء إيجابي، لكن إذا وصلت الأمور للسلبية ما أنتش ملزم انك تتفرج على القناه. يعني بس انه هم دحين بيوقف. انت تركز على التهدئه الاعلاميه وانا معك في هذا الجانب. اشكرك يا احمد. الو مهيوب. مساء الخير يا مهيوب. حيا الله عبد الملك. الله يسلمك. الاخ احمد تكلم عن التهدئه الاعلاميه، هل تؤيد ذلك؟ اكيد مطلوب طلب ضروري التهدئه الاعلاميه وتوحيد الخطاب الاعلامي على مستوى الاعلام اليمني. واننا ندعو المتحاورين باعتبار الحوار هذا هو اللجنه الاولى لتاسيس دوله يمنيه حضاريه. وادعو ان نكون متوحدين بالكلمه والرؤى. الامر الثاني يا عبد الولي مصانع الغزو النسيج. ذكرت الاخت في الامس الغزو الامس ان المصانع مغلقه فعلا، وهذا يعني دمر اقتصادنا الوطني، وهم يعني يعتبر مصنع الغزو النسيج الدعم الاساسي للوطن والاقتصاد. وهذا امره مربوط بالحكومه، المفروض يكون له قسم خاص برئاسه الوزراء يتولي اداره شؤون المصانع الغزو النسيج في البلد. مش بس الغزو النسيج، اكثر من مصنع. انا لا ادري ما هي فلسفه اغلاق المصانع هذه، هل كانت بسبب انها قديمه ولا اصبحت تخسر ولا والتجار يريد الشاش وقطريات للصين. انا اعتقد انه كان يعني انت تشوف انت حتى عندك مصنع الغزو النسيج في صنعاء واقف الان اكثر من 15 16 سنه او ربما اكثر. يعني هذا مثال فعلي يا عبد الولي، لان انت تعرف هناك في تجار فجار هم السبب وهم السبب في هذا الامر. طيب الامر الثاني في مارب وتفجير مارب بالنفط والبترول وابراج الكهرباء، السلاح موجود على اكثر كل واحد. وهذا يعتبر المحافظ مدير الامن المسؤول الاول في هذا في هذه القضيه. يطالبهم بنزع السلاح في تلك المناطق الحساسه والهامه. كل يوم بنبوب الحراق وبنبوب يتفجر على هذا الرحيل، يعني طول ما احنا نسمع كل على مدى الاسابيع والشهور. طيب شكرا مهيوب. شكرا لك مهيوب العديني. واستمع لعلي من عدن. مساء الخير يا علي. مساء الخير، كيف حالك يا عبد الله؟ الله يسلمك. الله يعطيك العافيه. تفضل يا اخي الغالي. بالنسبه للمصانع. نعم. المصانع طبعا عددها 72 مصنع. 72. الوقت لم توصل لك المعلومه كثير. ولكن لكن المصانع هو تم الغائها بالكامل بعد تحت اسم الخصخصاء
ثم عملوا على انهاء المصانع كليا من معداتها من كذا كذا، وبقيت فارغه وحولوها لاشياء اخرى، حولت الى اشياء اخرى. زي ايش؟ منها شيئين. شيئين يعني في بعضها تحولت الى حدائق، مساحتها تحولت الى حدائق. ايوه لا، المساحات الفارغه انا اقول لك المصنع نفسه. المصنع نفسه ايش اللي تغير فيها؟ المصنع نفسه خلاص يعني الغي وبقيت فارغه، ثم طردوا كل العمال، كل ما طردوا البيت ولم يستلموا رواتب. هذا كل علمك، الرواتب خلال السنين العشر الأولى كانت تستلم الرواتب بعد 6 أشهر أو بعد 3 أشهر، ولا تستلم راتب كامل، وإنما تستلم نصف راتب. تجلس 3 أشهر وأربع أشهر تنتظر معهم إلى 6 أشهر واحد. ولكن الغرض الرئيسي كان ألا وهو عندما يأتي الأجيال القادمة لا يروا أن الجنوبيون أقاموا حضارة، أقاموا هناك مدلول أن الجنوبيون بنوا واشتغلوا وعملوا، وذلك يدخل من ضمن إطار ما هو الهوية الجنوبية. أنا أقول لك حاجة، إذا كان يا علي فيها. علي واحد يا علي تفضل. يعني أتمنى أنه فقط نتكلم في إطار المنطقي والمعقول، لا 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 نأخذ من هذه الأمور مبرر للإثارة الحساسية والكذا. ما حصل في موضوع الخصخصة، ما حصل في موضوع الخصخصة هو شمل كثير من المصانع الوطنية في كل مكان. يعني أنا أكلمك الآن على مصنع الغزل والنسيج، هذا من قبل الثورة موجود داخل، بنوها الصينيين تقريبا. أقرب هذا الشيء الذي مورث علينا نحن هالبلد، نحن أقرب هذا الشيء الذي مورث علينا. طيب أنا أشكرك يا علي، أشكرك يا علي. علي أنا أشكرك يا أخي، أشكرك. كنت أتمنى أنه فقط تطرح لي، توضح لي إيش اللي حاصل بدون بدون ما نثير الأحقاد. يعني كل اللي حاصل كذا وكذا وكذا، بدون ما تتكلم عن شمال وجنوب وحضارة جنوب وحضارة شمال. اللي خلينا نتكلم إحنا في إطار البلد الواحد، في إطار إن إحنا همنا مصلحة بلد، مش همنا إن إحنا نثير أحقاد فيما بين الناس. عبدو قاسم من السعودية. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. كيف حالك يا عبدول؟ الله يسلمك، تفضل. الله يحفظك. معك ابو احمد. ابو احمد اي ابو احمد، تفضل يا ابو احمد. كيف حالك طيب؟ الله يسلمك. الله يحفظك. تفضل. بالنسبه للتهدئه العالميه هذا، هو المفروض يعني تكون حرب بين دوله ودوله انا على ما اعتقد، وكلها حساسات ما لها داعي، بيدفع ثمنها الشعب طبعا. صحيح. المقصود يا أخي صدقني بالله أن أي إنسان بيسيء سواء بغناه ولا لأنه بيكره بنفسه، لأنه مهما كان يعني الناس تنظر للغنى هذه على أساس أنها بتثير نعرات أو بتثير حساسيات بين الناس. فنحن شعب يمني يعني بياخذ الزين والشين. هذه بالنسبة للهذية. أما بالنسبة لل الحوار، هذا الحوار الوطني. طيب. يعني اليمن يبغى لها 6 أقاليم، تتقسم لها 6 أقاليم، وكل إقليم 5 رئيس. قالوا 5. هذه أنا وجهة نظري يعني. ها طيب. وجهة نظري أنا يعني كل إقليم لها رئيس، وكل رئيس كل 4 سنوات يعني عشان تستقر البلاد، لأن الناس كلها كل واحد يبغى كل الخلاف يعني والمشاكل هذه كلها عشان الغنائم وعشان السلطة وعشان الجاه وعشان وديه. ما فيها حاجة غير هذه. لكن بالنهاية اللي بيدفعه الشعب، بيدفع الثمن يعني الشعب بيدفع الثمن، الثمن غالي بيدفع. والصباح خلاف الكبار، اختلفوا الكبار دفع الصغير بيكون الضحية هو. يا سيدي يعني هو ما في حل وحيد اليمن إلا 6 أقاليم، وكل إقليم له رئيس. في إطار كونفدرالية، في إطار فدرالية. فدرالية يعني. فدرالية ولا كونفدرالية؟ لا فدرالية. كونفدرالية هم انفصال. كلها قدوة. يعني كل واحد له يعني. لا لا بتقول كل إقليم له رئيس يعني. يعني قد زي الفدرالية، قال كونفدرالية يعني إيش باقي؟ لا أنت ما تفهم القضية عبد الله. يعني الحين الرئيس هذا بينتخب كل 4 سنوات. ينتخب كل 4 سنوات، يعني ينتخب كل 4 سنوات. طبعا المركز بيكون له رئيس ينتخب من 6 الأقاليم، وهذا بس عشان ايش؟ زي نظام الامريكي يا اخي. امريكا يعني 63 مليون ومعاهم 2 أحزاب، ونحن يعني 20 او 25 مليون معنا اكثر من 50 او 60 حزب. نعم. يعني شوف وضعنا يا عبد الله، وضعنا هو يتطلب هذا.
أما يعني ذا بيقول بيحكم فلان وذا بيحكم فلان الثانية والأهم من ذلك شوفوا علي ناصر محمد يعني شخصية مهمة. علي ناصر محمد شخصية مهمة وعنصر مهم وعنصر يعني ما يحب الشر نهائيا. علي ناصر محمد شوف حدث في يناير اندفع فيها هو انبغض ضغط عليه ما كان يبغى حدث يناير كان يبغى يقدم استقالته ومعروف اللي يضغط عليه كان يبغى يقدم استقالته ومعروف اللي يضغط عليه وما يبغى حروب ولا يبغى إنسان مسالم إنسان متعلم. ما هي المناسبة الحديث عن علي ناصر الآن؟ مناسبة الحديث عن علي علي ناصر أنا منتظر إيش اللي بتقول بعد. أنا يعني شوف أنا متهيئ للشخصية هذه الشخصية متعلمة شخصية مثقفة شخصية يعني ما عندها حق ولا يعني أنت بترشحها مثلا لمنصب مثلا معين أو شيء؟ نعم منصب إيش؟ لو مسك أي منصب باليمن في اليمن في خير ما عنده حقاده ما خذ أي حقاده شوف أنت بترشحه للانتخابات 2014؟ ان شاء الله باذن الله عبد ربه منصور شخصيه محترمه ورجل بمعنى ونصفها مثال مربي علي طيب نصفها مثال مربي علي عبد ربه منصور انا اعرف عبد ربه منصور عدل نعرفه يعني شخصيه محترمه صحيح ما عنده حقد طيب حقد ما يحقد على حد وانسان يبغى يبني صح معه انه في وضع مربك لكن بيحاول وضعنا يا عبد الولي الله يحفظك ويرعاك طيب يا عبد القاسم شكرا لك ابو احمد ومعي عبد الله الرصاص السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله كيف حالك عبد الولي سلم حالك يا عبد الله تفضل الله الحمد لله اولا شيء اني اترحم على ارواح الشهداء الذين سقطوا من اللجان الشعبيه في ديريتا الله يرحمهم ويتقبلهم شهداء عنده ونتمنى من الحكومه يعني تتمنى يعني تهتم بشؤونهم يا اخي يقولوا راتب الواحد منهم يعني 19000 يا اخي حرام ليه ما هو مسوي جندي هو من حاب اللجان الشعبية اللي في مديرية لودر يا أخي راتبهم من كم؟ يقولوا بعضهم والله من السلم ولا من 19000 وهم منهم ناس نعرفهم يعني مغربين اللي يعني هذا لأنهم نوع من المكافآت اي والله بس يا أخي هي نوع من المكافأة ليست راتب رسمي لكن هي نوع من المكافأة تقريبا اي بس انهم هم على مقابل أكيد انه قليل أكيد انه قليل ما يعمل شيء بس يعني ربما ظروف الدولة هكذا أو شيء. وبعدين نتمنى يعني وبعدين لو يعني الحوار إن شاء الله يتهيأ ويمر بس إن شاء الله أن أقل حاجة يصدروا أوامر بالمنقطعين الجنوبيين علشان تتهيأ الأمور للحوار ودي. طيب. شكرا لك. علي. مساء الخير يا علي. مساء النور. تفضل يا علي. امسي عليك اخ عبد الولي وعندي مداخله بسيطه بالنسبه للحوار الوطني الناس اللي بيصوروا الحوار الوطني بصوره ورديه وانه الحل لجميع مشاكل اليمن انا اتخيل يعني اعتقد انهم يبالغوا في الموضوع ما هو تصورك اكبر من ازمه حوار او ازمتنا ازمه فكر وازمه منطق ازمه وعي طيب بتصورك انه المؤتمر الحوار الوطني قد يكون قنبلة موجودة كما يرى البعض؟ قد يكون إذا لم نكون يعني صادقين مع أنفسنا ونكون صادقين مع هذا الوطن. طيب. يعني هناك بوادر. لا يعني أنا أقصد أن أنت الآن متشائم شوية من موضوع إنه المؤتمر هذا ممكن يكون له جدوى كبيرة لكن ما هم براتك أنت ليش متشائم؟ وصلت إلى النقطة التي أريد أن أوصل لها. يعني الوضع والمنظر مش منظر تشاؤم وتفاؤل يعني هي قراءة الأوضاع أيوه. عندما يعني شكلت القوائم اللي تدخل الحوار من شكلت قوائم طويلة عريضة ويعني من 13 مكون يعني مكون 13 مكون من مكونات المجتمع شباب المرأة السياسيين الأحزاب المنظمات إلى آخره يعني هؤلاء الشباب والنساء أليس لهم مكونات سياسية يعني يشتركون أكيد فيها؟ أكيد يعني ما الفائدة أنك يعني هؤلاء الأحزاب هي الموصلة لجميع الشباب والنساء والشيوخ بشكل عام يعني أما أنكم تشعبات يعني هي عقلة للحوار الجانب الثاني عندما يدخل الحوار مثلا بأحزاب أحزاب يعني ليس لها ثقافة القبول بالآخر طيب
يعني عندها ثقافة إقصائية وهدف وصول إلى السلطة. مثلا على سبيل المثال يعني لا للحصر حزب الإصلاح. يعني حزب الإصلاح ما عندهش منهج سياسي واضح أو هدف للدخول في الحوار، وإنما هو يعني تأسيسه عبارة عن أجنحة، وكل أجنحة تتشدد على الجناح الآخر. يعني عندك الجناح الأصولي اللي يمثله الشيخ عبد المجيد الزنداني، والجناح القبلي اللي يمثله حميد الأحمر، والجناح العسكري اللي يمثله علي محسن. هؤلاء الأجنحة عندما تتحدث عن مثلا حميد الأحمر، هل تتوقع أنه حميد الأحمر يقبل أنك تساوي مثلا بالمزين اللي عنده؟ مستحيل يا أخي. احنا محتاجين إلى ناس تفهم إيش معنى الحوار أولا قبل أن ندخل في الحوار. الجانب الثاني يعني الهدف من الحوار هو أساسا بناء دولة تؤمن بالحريات، تؤمن بالحقوق، تؤمن بالواجبات. عندما يأتي شخص مثل صادق الأحمر مواطن، يعني هو يعتبر مواطن زي أي مواطن، ويهدد يعني المناطق الجنوب بإرسال 2 مليون، يا أخي ما هو الحق القانوني والدستوري الذي منحك هذا الحق أنك تهدد يا أخي نص الشعب؟ عندما يتحدث عبد المجيد الزنداني ويقول إذا لم أشترك في الحوار هذا فالحوار يعتبر فاشل ولن ينجح الحوار، يا أخي اتق الله، هل أنت يعني من ينجح الحوار ومن يفسد الحوار؟ هذه أشياء يا أخي عبد الولي يعني تضع في نفوسنا قليل من التشاؤم، وأنا لا أسميها تشاؤم وإنما هي نظرة واقعية. برأيك أنه المعايير التي وضعت لاختيار مرشحي مؤتمر الحوار الوطني هل كانت دقيقة بالشكل الكافي؟ يعني أيضا البعض يطرح يقول لك إذا كان أصحاب المشكلة مش موجودين، يعني إذا اعتبرنا أنه مثلا الشيخ الزنداني أحد أطراف المشكلة القائمة في اليمن، إذا غاب هذا الطرف هل تعتقد أنه الحوار سيكون حوار سليم ويكون حوار له جدوى؟ يا أخي عبد الولي هكذا يطرح، يعني كيف ترد؟ أنا أقرأ ما يطرح، لكن يعني إذا كنا ما هو واقعيين ومنطقيين، عبد المجيد الزنداني هو الرجل الثالث في الإصلاح، والإصلاح عنده يعني قائمة طويلة بالمشاركين. يعني أفكار عبد المجيد الزنداني قد ربما يصلها إلى لجنة الحوار أو إلى الحوار من خلال الممثلين لحزبه يا أخي. طيب أنت بتحدث قبل شوية بتقول أنه في تقسيمات داخل هذا الحزب، هناك جناح أصولي وجناح قبلي طيب يعني هؤلاء يعتبروا أحزاب داخل الحزب. أنت تعرف أنه فارق كبير جدا بين الجناح القبلي والجناح الأصولي، يعني تنافر كبير جدا. وأكبر مشكلة لو سمحت، أكبر مشكلة هو الجناح الإعلامي داخل الحزب، وهي تعتبر هذا الجناح هي النخبة في الحزب، النخبة المثقفة، ولكنهم يعني موزعين ومشتتين على جميع الثلاث الأجنحة السابقة. يعني هذا يتبع فلان وهذا يتبع فلان، حتى ما فيش سياسة واضحة. طيب يعني وهناك برضو جناح الرابع في الحزب وهم جناح المتمصلحين يعني والمنضمين أخيرا للحزب، هؤلاء أصبحت يعني أهدافهم مثل لاعبين كرة القدم، يعني بحيث أنه إذا لقى عرض احتراف من نادي تقل لهذا النادي. يعني عملية يعني ملخبطة جدا. ويا أخي احنا نتمنى أن يكون الحوار، بس الكيفية الذي أسست ويعني قوائم المشاركين فيها ما كانت سليمة. كنا نتمنى أن يكون حوار سياسي. طيب. وأن لا يكون هذا الحوار السياسي إلا للأحزاب والكيانات السياسية الهامة، بحيث أنه بس حيكون في صياغة الدستور أو مناقشة الدستور، توجهات الدولة، بناء الدولة، يعني شكل الدولة، شكل النظام السياسي، شكل النظام فدرالي رئاسي برلماني، يعني هذا هو المنطق يعني. طيب أنا أشكرك يا علي على المداخلة الجميلة هذه، شكرا جزيلا. أستمع أيضا من عبد الرقيب من صعدة. أهلا وسهلا. يا مرحبا. يا قبقاب أستاذي. يمثل الحوثيين في الحوار 37 اسم شخصية. النازحين من أبناء صعدة في محافظة صنعاء وفي باقي المحافظات أكثر من 300,000 نسمة. 300,000 النازحين. 300 أكثر من 300 وحوالي 15,000 النازحين إلى خارج المحافظة. المحافظة لا يمثلهم أي شخص في الحوار، ولم يلقوا لهذه المشكلة أي اهتمام. فنطالب من لجنة الحوار أخذ هذا الموضوع بعين الاعتبار.
كونهم الذين ناصروا الدولة وبالتالي خذلتهم الدولة، والآن لا يوجد منهم أي شخصية في الحوار الوطني. لا يوجد من يمثل النازحين أو نازحي صعدة في مؤتمر الحوار الوطني. نعم، والذي يمثل صعدة حاليا يعتبر الحوثيين في مؤتمر الحوار، أنصار الله. طيب. غياب أيضا نشكو من غياب القنوات الإعلامية في صعدة. كيف؟ في الوقت تغطية يعني؟ المراسلين القنوات القنوات الإعلامية في صعدة مهم يعني معدومة. لا ينقلوا معاناة المواطن في صعدة والمشاكل. فتوقع أن فيها الآن بيوت في صعدة محتلة من قبل الحوثيين، وأهلها نازحين في شبك وفي شوارع صنعاء، لا حتى الإيجارات لم يسلموا لهم. يعني كيف يكون الحوار وبيوت هؤلاء الناس ما زالت في عدة هؤلاء المجموعة؟ صعدة لها وضع مختلف، حتى المحافظ لحد الآن لم يصدر به لا قرار جمهوري ولا قرار وزاري. صعدة لها وضع خاص، حتى الآن حتى محافظ صعدة لم يصدر به قرار جمهوري ولا قرار وزاري. والوضع القانوني أو الشرعي قضية بسط الدولة نفوذها أو كذا أو كذا، لا بس ما هو المنطلق الشرعي الذي يستند إليه أولى الإخوان في احتلال بيوت كما في إسرائيل؟ من أي منطلق أن يحتل بيت شخص بأي حق بأي قانون بأي شرع؟ وضع المحافظة أصلا فيه الكثير من الإشكالات القانونية والدستورية إلى حتى إلى الآن، يعني حتى الآن لا يزال هناك أمور كثيرة بحاجة إلى وقفة جادة. لكن ربما الجميع اقتنع بحالة الهدوء السائدة حاليا في صعدة، وأنه لا تصدر مشاكل من هناك، فبالتالي أعطوا الجهد والوقت لأماكن أخرى. إرهاب الناس مشردين زيادة على 300,000. الناس الذين موجودين الآن في سجون في معتقلات في كذا سرية، وبنظرة وأيضا في بعض الأحيان بمعرفة السلطة من دون أن يحرقوا أي ساكن، من دون أن يتدخلوا في الجانب الأمني. طيب. يعني كأن إحنا في سلطة داخل سلطة، ويعطوهم مكافأة أنهم يمثلوا أبناء صعدة في مؤتمر الحوار الوطني. عندهم 37 ممثل من القضية، والتواصل مع بعض الناس في صنعاء تمام، وهكذا مع لجنة الحوار من أجل حل هذا الإشكال. طيب عبد الرقيب، أنا أشكرك على هذه المداخلة واستمع لعبد الرزاق المؤذن. مساء الخير يا عبد الرزاق. أنا مساء النور يا أخي. تفضل يا عبد الرزاق. الله يباركك. طيب دلحين يا صاحبي الحوار يعني نقول يعني أمانة في إحنا قوم الشعب اليمني كلهم هذول لجنة الحوار وده يشتركوا في الحوار. نعم. لأنه يكفينا ظلم يكفينا جعجعة في البلاد هذا. أما المتيسرين واللي ما لهم شيء حيبزوا شنطاتهم وروحوا لهم الخارج. لكن ما احنا بالشعب اليمني انت عارف انه قاعد دب البترول ب 11,000 ريال والوايت الماء ب 8,000 ريال. هذا وهي الا شهرين وقاعد شوي قوارع بين طرفين. لكن لو تقع يعني ولا سمح الله حرب اهليه في اليمن، والله لا نحن بما نقول يكفينا حبره ما بيقع في سوريا وما بيقع في الجيران الثانيين، ما حدش حيقبلنا. لا حننزح ولا حن ولا نموت هنا داخل بلادنا. هذا كل ما أريد يعني أحملهم أمانة أمام الله. وشكرا يا أخي. طيب. أشكرك يا عبد الرزاق، ونأخذ فاصل قصير ونعود لاستقبال مكالماتكم ورسائلكم. أهلا بكم مجددا مشاهدينا الكرام، عدنا لاستقبال اتصالاتكم ورسائلكم، ومعي الآن ألو.
السلام عليكم استاذ احمد. مساء الخير يا احمد. جلال احمد. جلال احمد تفضل يا جلال. الله يحييك، كيف حالك يا اخي؟ الله يسلمك تفضل. يا اخي شوف، من هو اللي يمثل المغتربين؟ نبي نسألكم على هذا اللي يمثل الاخوة المغتربين. الاخوة الشباب اليمن. من يمثلهم؟ الأغلبية من شباب اليمن، نعم، المغتربين الكثير. أنا نحب أن العبارة هذا، أنا لا أدري، البعض ربما يا جلال، أنا يمكن البعض عنده تصور لمؤتمر الحوار هذا أنه بيكون حل مشاكل العالم ومشاكل الناس كلها. يا جماعة لابد أن احنا نفهم أن الحوار هذا، مؤتمر الحوار هذا وسيلة فقط لتأمين، لحظة اسمعني بس، تأمين البلد مستقبلا. أنه احنا بنتكلم الآن مثلا عندنا موضوع زي القضية الجنوبية، وانا اقول لك يعني، طيب خليني اكمل لك الحوار الوطني، ادي لك بس الفكرة عشان انت بس لما تقول لي مغتربين ومش مغتربين. يا اخي المغتربين ناس يمنيين، هناك من يمثلهم في الداخل، لا بأس ان تطرح اذا في قضاياهم، لكن هل قضاياهم هذه بتأثر مثلا على موضوع الدستور؟ ما بتأثرش على موضوع الدستور والقضية الجنوبية وكذا. طيب انا واحد من شباب اليمن، معي شهاده ثانويه 5.8 علمي. طيب يا استاذ عبد الولي، تمام، اسالك بالله، حرمان من المدرسه يعني، لا اخي مخرج من المحاسبه، انا ممكن بيجي 5 سنين ما احد سال عنه ولا تكلم عليه. انا كذلك يعني 5.8 علمي وداخل شغال يعني بالراتب 2000 ريال، وش معنى يعني في شباب اليمن وكذا ومتعلمين ولا يقبل لهم صوت ولا يسمع لهم صوت يا اخي؟ لا صوت مسموع، بس قصدينا موضوع المغتربين، وان احنا كل فئه الان شيء نمثلها في مؤتمر الحوار. يا جماعه صعبه انه ذحين ما عاد يقعش حوار اصلا، يعني افترض انه يفترض احنا نركز ما هي القضايا التي تطرح على الحوار، وفي قضايا يا جماعه هذه مسؤوليه الحكومه. انا لا يمكن اتحاور في موضوع امن واستقرار، هذه مسألة ما فيهاش كذا، لا يمكن تحاور في توظيف الشباب أو توظيف الخريجين، هذه مسألة التزامات أساسية على الحكومة. حكومة هذه افترض أنها بتخطط. أنا يا أخي أنا مش عارف، أنا أنه المواليد اللي ولدوا هذه السنة أنه بعد 6 سنوات يشتوا مدارس، مش عارف أنا أنه الطلاب اللي دخلوا الجامعة هذه السنة بعد 4 سنوات يشتوا وظائف. يعني هذه مسائل مش محتاجة الواحد يعني عبقري ولا خلاص، هذه مفروض أن الدولة عاملة حسابها، عارفة كم تخرج من الكليات هذه، كم تخرجوا من الهندسة ومن الزراعة ومن التجارة ومن الشريعة، عارفة كم بيتخرج منها كل سنة، فبالتالي أتأمن لهم وظائف سواء بواسطتها أو بواسطة الغير، يعني بواسطة استثمارات ومشاركة القطاع الخاص. انت معي يا جلال؟ نعم استاذ عبد الولي، نعم. ان شاء الله نقول لهم انهم يمروا على شباب اليمن، يمروا يتكلموا على شباب اليمن، على شباب اليمن هم المستقبل. صحيح، نعم. انا اشكرك والله يكون في عونكم. انا سمعت انه في اخبار طيبه اليوم، في اخبار طيبه للمغتربين، ان شاء الله نتمكن من بثها لكم اليوم. يعني أنا سمعت أنه في أخبار طيبة جدا من في السعودية، وأنه الحملات هذه ستتوقف في ملاحقة الأخوة المغتربين حسب ما. والله في كثير. شوف أنا واحد يعني ماخذ إقامة 20,000 إقامة، تمام، وأشتغل وخايف، ما أشتغل إلا من الشوى حقي إلى العزبة، خايف ما أمر في الشارع حتى تمسكني الشرطة وتقول لي ليش ما عندك كفيلك، وأنا ماخذينهم 20,000. طيب هذا إن شاء الله، أنا الخبر عندنا أنه ستوقف هذه الحملات، ويعني بسبب أنه والله نعم حملات تشديد، وبعضهم إقامة حرة وكذا، ويوقف عنده الشرطة يقص إقامته ويخرجوا يطلعوا اليمن، ويقولوا لي في ناس كثير والله أعلم، يقولون في طائرة وصلت بناس مقيمين وصلت اليمن، بناس مقيمين إقامة صحيحة. للأسف الشديد أنه اكتشفنا خلال هذه الأزمة التي مر بها المغتربون اليمنيون أنه لا وجود لشيء اسمه وزارة مغتربين ولا شؤون مغتربين، ولا وجود لسفارة يمنية في الرياض، الكل نائم ومتغطي. يعني نأسف لهذا الوضع الذي يعني كنا نتمنى أنه على الأقل يكون في
فريق قانوني أو هيئة محامين، يعني على الأقل الناس اللي وضعهم سليم وقانوني تدافع عنه. نعم نعم اي والله تكفون يا اخواني تكفون، شوفوا لنا حل ان شاء الله ربنا يطمنكم ويطمننا عليكم جميعا ان شاء الله، في اخبار جيده نوافيكم بها ان شاء الله. شكرا لك يا جلال. احمد العمري مساء الخير. السلام عليكم. وعليكم السلام، تفضل احمد. جزاك الله بالخير، كيف حالك؟ طيب الله يسلمك، تفضل. وش اليوم نضرب حوار عشان الحوار يعني؟ اي نعم الحوار. في اطار التهيئه للحوار الوطني. طيب بالنسبه للمغتربين هل لهم يعني ايدي في الحوار؟ ما لهم اي ايدي في الحوار. لا انت بتشوف انه في ضروره انه احنا ندخل المغتربين كفئه او كشريحه؟ اي نعم. ترى ذلك؟ ارى ذلك انه يدخل المغتربين شريحه في الحوار ويدخلوا كمان في الانتخابات او في اي يعني ياخذ رايهم في، لانهم شريحه كبيره من شريحه صغيره يعني. ايوه رايهم في ايش؟ رايهم في كل اراء انتخابات. طيب كيمنيين في يمنيين ممثلين ممثلين داخل، لكن كشريحة مغتربين أعتقد أنه إحنا لا نخلط في الجانب التنفيذي وبين الجانب الـ يعني قضايا البلد الآن الأساسية. يعني الآن عندك موضوع القضية الجنوبية ومنها هيخرج شكل الدولة، تمام، وبعدين الترتيبات الأخرى اللاحقة اللي هي طلب تعديل الدستوري وصياغة دستور جديد، شكل النظام الحكم كيف بيكون، هذه أمور كل هذه اللي بتطرح يعني، فماش فارقة إنه مغترب أو مش مغترب يعني. يا أخ عبد الوليد ما بتفرق، شو أقصد يعني؟ ما فيش فرق إنه مغترب أو مش مغترب يعني، عادي يعني. هذا يعود على السياسيين في البلد. طيب تمام. أن يتقبلوا التغيير بروح رياضي، بروح يعني وطنية. لو تقبلوا هاي بروح وطنية ما حصل يعني أخطاء ولا حصل يعني كذا، لكن كل واحد يعني يريد يكون هو المسؤول وغيره لا يقصى. هذا ما نلاحظه الآن. تمام. حتى ألاحظ يعني من قناتك يعني مثلا ليس مثلا في خلاف يعني في يعني أفعال تخالف الأقوال. يعني الأفعال تخالف الأقوال. كيف؟ قلت لي كيف؟ الحين نظام الحوار أو نظام مثلا التحالف أو الحكومة أكثر ما يخالف يعني نظام الحكومة يعني ما نراه منكم انتم يا عبد الولي. ماشي؟ ما نراه من عندكم انتم يا عبد الولي. ما اسمعك. ما تسمعني؟ ما فهمتك يعني. ما فهمتني. الان انا ارى مثلا قرارات الحكومه، يصدر قرار الحكومه من يعرضها اول شيء؟ اذا غير مسؤول او يعني في اكثر المعارضه يعني ما هو منتمين للحكومه السابقه نقول. اشوف افهمك حاجه يا احمد، يبدو انت خارج البلد مش فاهم انه الحكومة الموجودة نصفها من المؤتمر وشركائه أو حلفائه ونصف الآخر من المشترك وشركائه، فإذا أنت حسبتنا على جزء من هذه الحكومة أو جزء من هذه الأطراف فبالتالي يعني بالتالي إحنا لما نتحدث عن الحكومة نتكلم كل واحد على الأقل في النص اللي يعنيه يعني. طيب نحن نريد شيء واحد. نتمنى أنك تفهم هذا الشيء ولا يعني علشان احس انك فاهم الوضع في البلد. طيب انا بقول في واحد، احنا ضعنا بين الاحزاب. احنا ضعنا بين الاحزاب بالحزب هذا، وكل واحد يريد حزبه. نحن نريد كما سمعنا قبل ايام في تونس قالوا بيحضروا حكومه كفاءات، نريد هذا الشيء. انسى موضوع الحكومه الان يا احمد. انسى موضوع الحكومه الان، هذه حكومه مؤقته باقي مدة الصلاحية حقها بتنتهي في 2014. الآن الناس يتحدثون فقط عن ضمانات للمستقبل. طيب. يعني الآن مؤتمر حوار وفي 565 أو 56 مشارك وفي مجموعات حتشتغل على قضايا كثيرة، وبعدين في الآخر حيجلسوا شهور يتكلموا ويطلعوا بتوصيات. ما هي ضمانات تنفيذ إيش هذه التوصيات؟ ولا حندخل في إشكاليات هي نفس الإشكاليات السابقة اللي احنا البلد هذه تعاني منها من زمان، انه يجي يعمل لك برنامج انتخابي جميل جدا وما بينفذش، يجي يعمل لك خطط خمسية وما بتنفذش، يعمل خطط لخمسة وعشرين سنة وما بتنفذش، يعمل لك قوانين وما بتطبقش. طيب إلى متى على هذه الحالة؟ طيب ما هو الآن الحديث افترض ان احنا نبحث عن ما يهمنا، هل هو الفكرة فقط ان احنا نتحاور وخلاص؟
ونقول كلام وبعدين ما ينفذش. الآن افترض الحديث يدور على الضمانات، ما هي الضمانات برأيك؟ أنا أقول الحوار طيب ودخلنا في الحوار، لكن الحوار هل بيطبق مثلا، هل سيقصى مثلا هذا غير صالح نقصيه ونحط غيره بيتقبلها بروح وطنية؟ إذا فرضنا نقول الحكومة الحين الحكومة الوفاق، نقول جاءت في الحوار وقلنا الحكومة أو حطوها فيدرالية كما يقولوا أو كما هذا، هل سيتقبلون الوزراء الموجودين في الحكومة ما أو كل واحد سيقف على رأيه؟ كل واحد يقول أنا الوحيد، أنا بس وغيري لا. أنا أتحدث الآن عن الضمانات، أنت بتفترض افتراضات، لكن الضمانات اللي هي مطروحة خلينا عشان نكون عمليين، عندك ضمانات أول حاجة دولية، يعني وجود رعاية دولية، وأيضا العصا الدولية الغليظة التي يتحدثون عنها، محاكمات، فرض حظر، اتخاذ عقوبات بحق الأطراف والأشخاص والجهات اللي فاهمني كيف؟ هذه نوعية من الضمانات، هل تقبل بها أنت؟ أنا ما أقبل بهذه، أنا أقبل أن يكون إصلاح وطني، لا نريد أن إصلاح خارجي. أوكي، هذه مسألة مبادرة ذاتية خليها على جنب، لأن حاجة مش بالقياس. أنا أريد شيء يعني إذا ما حصلش كذا بيحصل كذا. هكذا يعني أنا أريد، هذا ما أريد أن 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 أما لو جت رأينا إذا أخذت رأينا أقول لك الحزبية هذه غير صالحة عندنا. نعم. إذا أخذت رأينا. لأن شعب يعني نقول متأخر، الحزبية غير صالحة والديمقراطية هذه بصراحة، يصبح عندنا حكم يعني شورى معتدل بس. طيب. أشكرك يا أحمد. نفرض الأحزاب نعم. شكرا لك يا أحمد على المداخلة، وخلي أدركنا وقت البرنامج. أشكرك يا أحمد وأشكر كل من تواصلوا معنا في حلقة هذا المساء سواء بالتليفون أو بالرسائل، كما أشكركم مشاهدين الكرام على حسن الإصغاء والمتابعة. غدا أيضا سنتحدث عن مسارات التهيئة لمؤتمر الحوار الوطني والضمانات المطلوبة لإنجاح هذا المؤتمر. حتى الملتقى أترككم في حفظ الله ورعايته، في أمان الله.